عاد أحد سكان قطاع غزة ويدعى علي مهدي إلى منزله في مخيم الشاطئ للاجئين بعد اتفاق الهدنة، ليجد والده ميتا ومنزله مدمرا بسبب القصف الإسرائيلي العنيف. كذلك كان الحال بالنسبة للحي الساحلي الذي كان نابضا بالحياة في يوم من الأيام، حيث تحول إلى أطلال. والدي وابن أخوي استشهدوا من قيمة 14 يوم. 14 يوم لهم مع باب الدار، اخواتي مصابين طبعا في الشفاء. في عندنا كمان شهداء هين، ابو يزن الجروشه جارنا، ابو عدي الادغم، وعندنا شهداء هين غرب من المنطقه مش عارفين من وين، من الشمالي. طبعا انا بعد معاناه يومين لما عرفت، لما صارت الهدنه اليوم امبارح واليوم، عرفت اليوم بمعاناة ومساعدة شاب ان اقدر اسحب ابويا وادفنه جوا بيتي. جوا فيش عندنا اسعاف، فيش عندنا صليب احمر، فيش عندنا حتى ارسال جوال ولا ارسال وطنية ولا جوال اصلا، فيش اضاءة، فيش ضوء، فيش مية. هنا قلبوا حياتنا كلها جحيم.